عادل الصرصور من مدينة سبعيون. الحمد لله مبادرة من طرف الشباب ديال مدينة سبعيون، من أبناء ديالها جميع الفئات، من نساء، من أطفال، من سلطة، من منتخبين. الحمد لله كل شيء ضامن في هذه الجائحة اللي ضربت هاد الناس هادو، والحمد لله الإخوان والشباب جاوا باش يشوفوا هاد الناس المعاناة ديالهم وشنو خاصهم، وحاولوا أنهم يخفوا عليهم بالهضرة بزاف ديال الحوايج. الحمد لله كانت واحد كان القلب ديالنا مزير، ولكن فاش شفنا هاد الناس هادو ارتاحينا. الحمد لله دابا راهم تعيشوا، ما بقاتش هذيك المأساة اللي كانت في الأول، والحمد لله الإنسان دابا ولا كيتعايش وكترجع الأمور للحياة العادية، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الشعب المغربي اللي كنبغي نهنيه من هذا الموقع، لأنه كيبين على أن المغرب من أحسن البلدان اللي كاينين في العالم، ماشي من ناحية المادة ولكن من ناحية الروح، ومن ناحية ديال أن روح المواطنة وحب ديالو للإسلام وخوف ديالو من الله، هادشي كامل كيتبرهن في هادشي هذا. الحمد لله كنلقاو جميع المدن المغربية كلها جاية هنا وكتآزر وتتنعس في الخلاء وفي العراء وتجي لهنايا باش توصل لهاد الناس وتشوف هاد الأطفال وتواسيهم. هذا فضل الله سبحان الله العظيم. تنزيد نهنا وكنقول الله يتقبل من الجميع، والله كل واحد اللي جاب منيا صافية الله يكمل له عند الله سبحانه وتعالى. حين بن خيفة الجمعاوي مدينة الثويرة، اليوم جئنا تحنا ضمننا مع الناس بحالنا بحال المغاربة كاملين، وجينا طمأنا عليهم اولا. كنا كنشوفوا داك الشيء غير في التلفازه، ولكن اليوم داك الشيء شفناه بعينينا، الناس مكرفين، الناس مضرين. انا كنقول للناس اللي باقي باغي يساهم يحاول يجيب لنا الناس لهنا الغطاء والفراش والمانت والماعن، ويجيب الحصير ويجيب القواطن ويجيب الميكات معاه. بالنسبه للتغذيه راه موجوده، الحليب والماء ما بقاش كاع يساهموا فيها. بالنسبه لهاد الناس هادو حنا جينا لاقليم تارودانت، جماعات يداو قماط، يعني الناس مساكن متضررين ريبين ليهم الديور ديالهم، وزينا طمأنا عليهم وشناهم لانهم اخوتنا وحنا اخوان ديالهم، وكنعزهم في الناس اللي ماتوا والناس اللي باقيين الله يصبرهم. تا هما كيعيشوا في واحد كيعيشوا في واحد المنطقه اللي صعيبه، والحكايه الحراره دابا ومن هنا لقدام غادي يكون فصل الشتاء غتكون البرد. واحد النداء للمحسنين اللي كيشوفوني دابا، اللي بيساهم يجيب لهاد الناس هادو القياطن ويجيب لهم الفراش ويجيب لهم يعني الغطاء، والله ولا يدعو اجر المحسنين. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.